بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات الساعة خروج أدعياء النبوة وأشباههم من الدجالين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، من علامات الساعة خروج وظهور أدعياء النبوة وأشباههم من الدجالين كثير وكثير. حدد النبي أو قدر عددهم بثلاثين على سبيل المثال، على سبيل المشهورين منهم. أما الدجالون والكذابون وأدعياء النبوة فهم كثير قد ظهروا، لكن النبي حدد عددهم بثلاثين، أن الأظهر منهم والأشهر منهم يقدرون بقريب من ثلاثين من أدعياء النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله. رواه البخاري، الحديث رواه البخاري. وفي الحديث أيضا: وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. إذن من هذين الحديثين وغيرهم مما لم نذكره، أن النبي يقدر عددهم بقريب من ثلاثين. قال العلماء في شرح ذلك أن الأشهر منهم والمشهورين منهم يقتربون من ثلاثين، أما من يدعون النبوة فهم عدد كثير جم غفير، لكن منهم الخاملون والكذب الصغار ومن يقولون هكذا ويرجعون فيها ويتوبون عنها. أما المشهورين منهم هم الذين حدد النبي عددهم صلى الله عليه وسلم بأنهم قريب من ثلاثين. وقد ظهر في تاريخ الإسلام منذ فجر الإسلام إلى الآن الكثير ممن يدعون النبوة، فمنهم مثلا الأسود العنسي، ومنهم أيضا مسيلمة الكذاب، ومنهم أيضا سجاح بنت الحارث التغلبية، وأيضا منهم المختار الثقفي، وغيرهم وغيرهم كثير. كما ظهر بالهند أيضا ميرزا غلام أحمد القدياني صاحب القديانية. وفي عصرنا هذا ظهر على الشاشات عدد من الموتورين، من الموتورين يدعون النبوة ويدعون المهدوية وما شابه ذلك، مما يزعمون فيه استظهارهم للغيبيات، وكذبوا. إذن نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتنا بأنه من علامات الساعة سيظهر كذابون دجالون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله، كما في رواية البخاري، أو كلهم يزعم أنه نبي
ورسول الله يقول وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كما عند أبي داود والترمذي في الحديث الصحيح. إذن ظهر أدعياء النبوة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهم. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا اعتصاما بالكتاب والسنة، واستعصاما بنبوة رسول الله ورسالته صلى الله عليه وسلم، النبي الحق خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.